شركة ماما تي في شوب النهاردة بتقدم لكم أحدث تكنولوجيا في علاج آلام العصب، آلام العظام المزمنة، يعني مجموعة الحزام المغناطيسي الرياضي، العلاج بالطاقة المغناطيسية، يعني العلاج الطبيعي اللي بينصح بيه كل أطباء العالم بعيداً عن تناول العقاقير الطبية أو العمليات الجراحية أو حتى الأعشاب أو الكريمات. ومجموعة الحزام المغناطيسي بتتكون من 4 قطع، الأولى وهي الحزام المغناطيسي الخاص بمنطقة الوسط، وهو يعمل على إذابة الدهون والسموم والأملاح المتراكمة على العمود الفقري، كمان تنافر فقرات الظهر وتقليل الضغط على الغضاريف الموجودة بين الفقرات اللي بيها بيقل الضغط على الأعصاب، يعني وداعا لآلام العمود الفقري والديسك. وكمان يمكنك وضع الحزام على منطقة البطن لتنشيط وظائف الكبد والكلى والبنكرياس. أما القطعة الثانية وهي إسورة اليد المغناطيسية اللي بدورها بتعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وانتظام ضربات القلب والتنفس، وبكده هتتلاشى تماما آلام الكتفين، الكفين، الرقبة، الصداع المزمن، تنميل الأصابع. أما القطعة الثالثة والرابعة الخاصة بالركبتين اللي بتعمل على علاج آلام الروماتيزم، الروماتويد، خشونة الركبتين، آلام القدمين، الدوالي. من الآن هتقدر تعيش حياتك الطبيعية، يعني هتقدر تنام وتقوم وتقف وتمشي وتطلع وتنزل السلالم زي ما انت عايز بدون أي ألم أو مجهود. مع مجموعة الحزام المغناطيسي هتوفر فلوسك والنتيجة 100% فقط وحصرياً ب99 جنيه، والمفاجأة اشتروا قطعتين ب149 جنيه بدلاً من 200 جنيه. اتصلوا الآن على 2261-2223 أو 0114-86-99-077. ماما تي في شوب، ست الكل.